السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم جريدة مغربية بريس سعيدة خشن من دوار ماتيل. الأخ الكريم، الاسم الكريم عمر بحدان. عمر بحدان، دوار ماتيل، وخصنا هنا الطريق، وحنا سميتو مكرفسين على الطريق بزاف، والماء خاصة الدوار ماتيل كيواركين تسهيلات وخريبين يفشقولنا، ما عندناش الماء. شحال من دوار هنايا ما عندوش الماء؟ شي 3 دوار ولا 5 تقريبا. شحال فيها من دار؟ كل دوار شحال فيه من دار؟ كل دوار شحال فيه من دار؟ غتكون شي سميتو غتكون شي 40 دار. الدوار كل دوار فيه شي 40 ساكنة. شي 40 ساكنة؟ وقلتي لي 3 دواوير هنا ما فيهمش الماء. شي 3 دواوير هنا كنعانيو من الماء، ما عندناش الماء. كاين في الواد ولكن لا بغيتي تسقي، كاين جبل تمارة، وكاين الطريق ما عندناش، خاصنا الغزرون ضروري. الا كان شي مرا بغات تولد ولا شي حاجه، ما كاينش اللي كيوصلها حتى تموت. ما كتدخلش عندكم كاع لابيلونس هنايا؟ لا ما كتدخلش لابيلونس. شحال بعيد منكم السبيطار؟ شي 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر. باش بعيده كندور المرا الا بغات تولد على الاحمر. وبالنسبه للدور اش من جماعات تابعين؟ جماعات بوابو. ومن هذا المنبر هذا اشنو تتقول للناس المسؤولين السي عمر؟ وكنتمنوا يجيو عندنا، وكنتمنوا من السادات العام اللي جي عندنا يشوف لنا من هذه الحاله. حنا كنعانيو بزاف من الطريق والماء. مشاهدينا الكرام، كما متتبعين جريدة مغربية بريس، كما كتشوفوا معايا هناك هذه المنطقة، هناك طريق صعبة جدا، الجبل كما كتشوفوا معايا ما يمكنش ان الطوموبيل تدخل، وحتى الحمار حشاكم كيكون شوية صعيب انه يهبطوا مع هذا الجبل هكا. كما كتشوفوا معي متتبعين جريدة مغربية بريس، وكنطلبوا من هذا المنبر هذا الناس المسؤولين يتدخلوا ويتدخلوا في اقرب وقت، لان الناس هنا كتعاني السكينة. تقريبا 3 دواوير كل دوار فيه 40 دار، ما عندهمش الماء، ما عندهمش طريق، ما عندهمش سبيطار. وكنطلبوا من السيد العامل ينظر لهاد الناس، راه مساكن مكرفسين لا من الطريق ولا من الماء، وعايشين في الهامش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالتي يديرها لاباس عليك؟ لاباس لاله، لاباس الحمد لله. ماماك تقيت لاباس، صحة لاباس. مرحبا بك مدارم 66. مرحبا. وشنو كتقولي، شنو المعاناة ديالكم هنا خالتي؟ والو نقي ورا نشكر، والو ما غنها والو. قلت لي خدمت وري لي والو، تنصبي طارات والو. الدراري تكرفصني السويلات وكوكا. المهم الدراري تكرفصن، الله ينصر سيدنا. والماء عندكم؟ لا ما عنديش الماء، أقول في الواد. يعني كتهبطوا من هذه المنطقة الجبلية باش تجيبوا الماء؟ أييه أقول وما نحرفات ندور نتا. واللي ما عندوش الحمار علاش يجيب الماء؟ كاين الحمارات وين ما كاين ما تدخل. الطريق؟ الطريق مشقى مكرفصين من الطريق. يلا هذا بصحتكم. السلام عليكم. يا زري الله ما عيد. سوف خالتي فاطمة، عطينا شي تصريح من عندك انت يا خالتي فاطمة. السلام عليكم. ودرنا غنان ودرنا تصغوا غراسي تصغوا خدمت تروينا رانا دعقران. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بخير يكم نوف تكونوا بخير. نيغون تا مزيرتا دي خصطا الرواج، وريلي وغرس، وريلي المدرسة، وريلي السبيطار، وريلي ومان، وريلي والو. بنادم انت مزيرتا دي اتشرفس يرفوفنا، وريلي الشانطي، وريلي والو. يغلي رد زايد ندري الدارت مقارطر تشفاص غير غيد وردتا لولا سلكا من عرض صافي ردتي لي وغرس الموت نضال بربي السلامات. تكرفس بنادم بزاف خت مازيرتا، دوري اللي وغرس وري اللي والو والو. يغنر المانيه نفتو في البهاي منشك الا تا مغارتي غرت دارت زايد الدري دارت تقاور ردي قربت تارو ما يسري بايسي ستريت مره دا السكت عقبك في مكاردي تشرف وصله ولا مسكينه غدت مكاردي وغد مرتي التسيم بدنا لولا غارغي في الصاط نبغى دار 6 شهور الحديد يقو في الحال. ايوا اشدي يا ربي فول شي كون يعاون ربي يعاون غولا نكون اخ الله ينصر سيدنا في الناس اللي يعفو ربي ولا نتان في الله يبعث ربي المرضى اسخسي ربي الغضب نضل في ربي افول شي نضل في ربي السلامات يعفو ربي يعفو ربي كل شي.
تجي تشوفنا راه حنا الطريق كنعاونو منا بزاف 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 ضروري خاصنا القدرون هي الدوار هنايا راه داز القدرون راه كاينين الناس خدامين هنايا خاصو يجي دابا يخدمو لنا والماء والماء ما عندناش راه مكرفسين عليه بزاف الماء راه ما عندناش تحية السيد العزيز شوية ديال الرشيد كوزازاخ ما عندناش المدرسة المدرسة بعيدة علينا بزاف خاصنا الطريق خاصنا النقل المدرسي خاصنا الماء الا بغينا نسقيو الا بغينا نسقيو عندنا الطريق عندنا الطريق صعيبه والله ما نسقينا الناس كي نقراها تقرا القصه تصرات تما ديما بالحال هو هو هذا كان يتفهموا وبغينا نكملوا قرايتنا فبوابون خرجنا من السادسه وصافي وليتنا يعني علاش جلستوا واحد الطريق ما كايناش حيت من الطريق ما كايناش اللي يديكم البوابود ياك وكان شكون السيد العام كان منك باش تجي تشوف هاد الطريق حنا خرجنا من المدرسه على ود الطريق حيت الطريق بعيد